الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يسود طقس صافي هذه الليلة في العاصمة عمان مع 21 درجة مئوية، رطوبة منخفضة والرياح أيضا تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. تفاصيل حال الجو المتوقع لباقي مناطق المملكة اليوم غد نبدأها شمالا، رياح نشطة في المنطقة الشمالية إربد 29 إلى 16، المفرق 30 إلى 16، جرش 28 إلى 15، وعجلون 27 إلى 16. المنطقة الوسطى أيضا رياح نشطة في عموم المنطقة، الزرقاء 30 إلى 18، العاصمة عمان 26 إلى 18، البلقاء 30 إلى 18، مأدبة 28 إلى 16، والبحر الميت 35 إلى 23. المنطقة الجنوبية رياح نشطة أيضا، الكرك 25 عفوا إلى 14، الطفيلة 27 إلى 16، الشوبك 25 إلى 15، معان 28 إلى 19، والعقبة 37 إلى 24. المنطقة الشرقية رياح نشطة في رويشد 34 إلى 17، الصفاوي 33 إلى 17، والأزرق 34 إلى 18. إلى اللقاء.